يا الله، كثير صعبين هالأسئلة. بكرة عندي امتحان، منين بدي أعرفه؟ إيش الأستاذ أعطانا هالأسئلة؟ أعطانا إياهم يعني من المريخ؟ هلا منين بدي أجيب الإجابات؟ كثير صعبين. يا الله، إيش بدي أعمل؟ إيش بدي أسوي؟ الأسئلة كثير صعبين، وبكرة عندي امتحان بالمدرسة. خير مروان، شبك لسه عم بتنق خير؟ شو في؟ جاوبني شبك، قلي الأسئلة كثير صعبة. أين أسئلة؟ الأستاذ أعطانا إياهم من المستقبل. استنى، جاي أنا لعندك. يا مروان جاي لعندك. يلا ها ها جين، هات لشوف، هات لشوف، فرجينا الأسئلة اللي عندك اللي صار لك ساعة بتنق. تفضل. إنه راح أعطانا هدول الأسئلة راح نحفظهم وراح يجي معنا بالامتحان. هات لشوف، هات الأسئلة حتى ساعدك فيهم. يلا لنبلش. يلا. ايش بتعرف؟ لك لا يا بابا، لك ما انا كنت استاذ، لك انا مربي اجيال، يخلي لي قلبك، ها بزعل منك. هات اسعفنا بالسؤال الاول. لا لا تعطيني، انت اقرا. يلا. لماذا سمي البحر الميت بهذا الاسم؟ هلا هذا هو السؤال يلي معجزك وصار لك ساعة بتنام. بسيط لك، بسيط جدا. لماذا سمي؟ لانه كان بالاساس مرضان، وبعدين انتقل المرض عليه وما اسهل من هيك. اللي بعده. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ انت اللي ايه؟ ايه والله، البحر ما بيمرض، بيمرض وبيموت. بسيطة، هات لشوف السؤال الثاني. ماذا فعلوا الرومانيون لما عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا؟ هلا هذا هو السؤال الثاني كمان المعزك. بسيطة جدا، تصور حالك مريت بالبحر وعبرت للثاني، شو بدك تساوي؟ بتعبوا ثيابك مي، بتشلحن وبتعصرن وبتنشفن، بعدين بتلبسن وبتروح. ايه ايه والله ما عجباني. شايف؟ اكيد رح يتعبوا، رح يتعبوا ثيابهم ورح ينشفوا. بسيطة. عندك كلمة طيبة قولها، ما عندكش تغرس خالص. جاتك البلا في شكلك. السؤال اللي بعده، هات لشوف. يوجد مفاتيح غيب الخمسة لا يعلمها إلا الله وحده، ما هي؟ أنت عم بتقول مفاتيح الغيب ولا يعلمها إلا الله؟ أنا عبد الله، أنا بدي أعرف شو هي مفاتيح الغيب. استغفر ربك. لك يا بابا هالأسئلة لا بتعيدها، هاي الأسئلة ما بيعرفها غير رب العالمين، صح؟ استغفر ربك لا بتعيدها. استغفر الله. أنا جيت. وهون في أسئلة باللغة التركية، بتعرفها ولا لا؟ لك لا، لك أنا سيد من ترجم تركي، لك أنا اللي عملت الكورسات ما حد عملها، لك هات ولا تخاف، تفضل. أعطيني جملة فيها كلمة رحلة. بسيطة، بسيطة كتير. البيز بدنا نساوي ترحلات، بس إيمت؟ بس يصير بالأكور تعطلات، شو رأيك؟ برافو يا بابا. أحلى ترجمة. اللي بتقول الكلب ده هون على مكتبي. بابا حباب ترجم لها الجملة. هات لا تخاف، تفضل. نعم. استاذ بكرة ما رح اجي على المدرسة لانه مرضان. الجملة هاي بدك ترجمها للتركي، بسيطة، بتقول البان هوجة، البان يرنت تمرضات، لان عيد يا عيد يا شوف شو بدي اطبق لك اياها. استاذ بكرة ما رح اجي على المدرسة لانه مرضان. البان يرن على الأكول ما رح أعمل تجيويات، لأن أنا رح أقول تمرضات. بابا بابا كتير بتعرف. بسيطة الشغلة. طالما يعني طالما قول السؤال تاني. يا ريت يا بابا تعلم منك، علمني. ولا تأكل هم إن شاء الله. نعم نعم نعم. إيه بابا، ضعت كلمة سوتها في جملة مفيدة. كمان هذا سؤال صعب؟ إيه شو هالأسئلة السهلة؟ ساعات صار لك ساعة تقول نق نق نق. طيب خذ هالجملة. السان ساويت وجهنا تسودات قدام التخلقات، لأن السان ما عم بتساوي تدرسات. لا تقلني جملة خارقة. بدرس بس الأسئلة كلياتها صعبة. هلا هي صعبة. ايه تمام، هلا بنشوف اللي بعدها كمان.
ضاعت كلمة أورتمان في جملة مفيدة. أورتمان. سان، إذا ما سويت تدرسات اليوم بكرة الأورتمان رح يساوي لك ترسبات ويعمل لك على إيديك وإجريك تضربات ويعمل لك تقلعات على البيت. لا يا بابا، رح ساوي تدرسات عشان صير تنجحات. برافو برافو برافو. بعده ما فائدة الأذنين يا بابا؟ هل هذا السؤال كمان اللي صعب؟ بسيطة وسهلة. هل الأذنين هدول إذا جيت أنا بدي ثبت هذا الكزلوك وما عندي أذنين بيثبت؟ معناته شو فائدتهم؟ مشان يثبتوا الكزلوك، يعني بلا دانات بيثبت الكزلوك، معناته فائدتهم تثبيت الكزلوك. بسيطة. إيه والله ما أغباني صح، لو ما كان عنا دانات ما ثبتنا النظارة. مظبوط مظبوط الحكي. هذا السؤال صعب. نعم. لا تقول لا. تفضل. ماذا يفعل المسلم إذا شتمه أحد الناس؟ هذا صعب كمان. بسيطة، أنت لا تسوي له شيء ولا تعمل له شيء أبدا. بتروح لعند واحد كبير بتقول له هذا فلان شتمني، تمام؟ هو بياخده بيعمل له بدن مرتب قتلي من كعب الدست، تمام؟ وإذا ما بدك تساوي مشاكل بتروح بتشتكي للشرطة، أحسن شيء هن بياخذوا لك حقك، تمام؟ أسهل من هيك سؤال ما في. ايه بابا صح معك حق، لو ما كنت هوني كنت ما قدرت احل هدولي. شايف ما اسهله؟ طيب بابا هذا اخر سؤال واصعب الشيء، انه هذا انا ما عرفت اقراه، انه هذا يعني بالفصحى. تمام ولا يهمك، تفضل. بماذا صور الشاعر بيت الشعر الاتي؟ ايه هات لشوف، هات لشوف، هات لشوف. هذا السؤال كتير صعب. هيك عم بتقول: هجرت بعض أحبتي طوعا لأنني رأيت قلوبهم تهوى فراقي. الله إيه عم بيقول لك بشو صو... هذا الشاعر بابر فيه صاحبي، كنا أنا وياه هيك يعني كلاتنا هيك بالصف. كان معه وقتها من أيام هذيك الوقت، كان معه هذا ما بتعرفوا أنتو نوكيا دمعة، صوروا لبيت الشعر. يعني عادي عادي جدا، في أسهل من هيك؟ خد لقي لك شيء أسئلة أصعب من هيك. شكرا كتير يا بابا انه ساعدتني، لو لكن ما حليتهم وما عرفت اجاوبهم. شكرا كتير كتير. اهلا وسهلا. وانت ايمن بدك هات الاسئله والحل عندي، بكره بتروح على المدرسه وانت رافع راسك بابا حل لي الاسئله وكلها صح على ثقه، لا تاكل هم ما دام انا موجود. وعدك اخذ علامه تامه بكره كله. انا يعني رح اطلع اول شيء على الصف. بابا ايش كل رحت على المدرسه كل الاسئله خطا وانا اخذت الصفر كلياتهم اخذن عشرات. لك انا اعطيتك كل الاجوبه صح، مين هذا اللي قال لك خطا؟ لك هن اللي ما بيفهموا كله صح. اذا عم نقول لك مين ليش البحر ما يسموه ميت؟ لانه مرض. كيف مات؟ مرض وبعدين مات. اسهل من هيك؟ يعني هلا اخذ صفر؟ ايه. لا كلهم صاروا يتمسخروا علي، يعني كل الصف صار يتمسخروا علي.